الحمد لله على السلامة يا سلوت، النهارده بيتك في مطرحك. مع السلامة يا سلوت. يا جماعة متشكرين، يلا مع السلامة، شكرا مع السلامة. يلا يا جماعة سلوت راجع تعبان وعاوز يستريح شوية. عندك حق. الحمد لله على السلامة. الله يكرمك. كتر خيرك يا سمير. الحمد لله على السلامة يا سلوت. أنت سافرت وغبت وطولت قوي. ايوه صحيح طولت. انا عايزك بقى تحكي لي بالتفصيل كل حاجه. التفصيل ازاي بس يا عم طاهر، احكي لك كل دوت دلوقتي؟ خلاص احكي لي باختصار. يعني الصباح رباح يا عم طاهر، يلا الف شكر نورتنا. ايوه على قولك، الله يخليك والحمد لله على السلامه. على فكره سلطفي، انا لو عوزت اي حاجه عند علاء انا قاعد تحت. حتما انا سويت معاشي بدري بدري وقاعد مكرس وقتي كله لخدمه اهل الحاره وكل وجه الله. عندك حق، مع السلامه. وبقولك ايه، انا كنت شيخ الحاره دي كلها، بس خلاص سبت المشيخه بقى دلوقتي الاجيال الجديده. وهتقعد هنا بقى لغايه الاجيال القادمه ولا ايه؟ لا يلا مع الف سلامه. سلام الله يسلمك. بقول لك ايه يا سلطفي، ابقى بلغ الاسم ان انت وصلت. حاضر، من عينين هنبلغ. وخلص اوراقك معاهم، ولو عوزت اي حاجه قول كلهم حبايبي، ما تقلقش. اقلق انت على نفسك يا اخويا، مع الف سلامه. انا فتح ما يسكتش. نورت بيتك يا لطفي يا جنايني. ما تقوم يا اخويا، قوم كده ريح نفسك وادخل اوضتك، غير هدومك ونام على سريرك. تلاقيك هلكان من الصبح. انت بتعملي ايه؟ بلعت الجزمه يا بابا. لا متشكر متشكر. طب هات عنك شنطه دي، خليها جوه هنا. كويس قوي. انا بحبك قوي قوي يا بابا. وانا كمان يا حبيبي، بس معلش انا عايز اقول لكم على حاجه مهمه. وانا كمان عايز اقول لك على حاجه يا ست. انا اللي عايز اقول لك على حاجه دي من الصبح. معلش هتكلم معاك انا كمان في اوضتنا لوحدينا. ليه لوحدينا؟ ليه نتكلم هنا؟ كويس خالص. لا ما ينفعش قدام العيال. تعالى يا سلوط، خليكوا هنا يا اولاد وخلوا وحيد معاكم. هكلم ابوكوا كلمتين. تعالى يا سلوط، تعال ادخل. بس ادخل. انت بتعملي ايه؟ بعمل ايه؟ شوف بقى يا سلوط، انا من ساعه ما دخلت الحاره وشايفه في عينيك بصه مش حلوه، مش عجباني. لا مخك راح لفين؟ وحياتك وغلاوتك ما حد قرب لي ولا لمسني من يوم ما سافرت. يا ست انت حره، انا مالي. يعني ايه مالك؟ لا انت من ساعه ما شفت الواد وشك اتقلب كده. واد مين؟ الواد وحيد. وحيد مين ده؟ ابني. ابنك وانت حره في، انا مال انا؟ يعني ايه حر بقى بعد العمر ده كله تشك فيا يا سلطفي؟ ممكن تسمعيني بقى. انت اللي ممكن تسمعني. وحيد ده مش ابنك. ما انا متاكد انه مش ابني. اهو كده ازعل اكتر. اوعى تفكر مجرد تفكير ان انا لا سمح الله. يعني يا ست انا مش بفكر في اي حاجه، انا كل انا اللي هقول لك الحقيقه بقى. وحيد ده لا ابنك ولا ابني، ده حته واد غلبان لقيته من 7 سنين على عتبه بيتنا القديم. خدته حته لحمه حمرا كده، قلت اربيه في وسط ولادي ويمكن الخير اللي بعمله ده يقعد لي ويقعد لاولادي ويرجعك ليا بالسلام. وديك رجعت ليا بالسلام الحمد لله. ممكن تسمعيني؟ نعم. انا مش لطفي الجناني. وماله؟ الحرص واجب. بس خلاص الحكم خلص. حكم ايه اللي خلص؟ حكم الاعدام. انا هحكم عليها بالاعدام؟ مش انت قتلت؟ قتلت ايه؟ قتلت قتيل. قتيل قتيل؟ الواد مهران اللي كان شغال معاك في السيرك وقال ايه كان عايز يخطبني. انا قتلت مهران؟ قتلته خالص. ما تخافش، زمان الحكم سقط. الله، انا كنت عارفه اني مش هون عليك وهترجع بعد المده ما تخلص. صلى على النبي صلى على النبي، الحمد لله على سلامتك. فاكر فاكر الواد سليم ابن سليمان الجزار اللي انت اديته بالكف طرشته؟ انا اديت كف ابن الجزار طرشته. الواد ده ما صدق انك هربت وفضل مستقصدني في الراحه والجايه، قعد يعاكسني واهل مهران ما سابونيش، كل يوم ينطوا لي من الصعيد عاوزين ياخدوا بالطار. خفت على الواد والبيت، هربت بيهم في عز الليل ومن حاره لحاره العطفه لزقاق لغايه ما رسيت هنا. قعدت هنا بقالي 5 سنين، عشت في رعب يا اخوي. اهل مهران عايزين يقتلوه. عايزين يقتلوني انا؟ امال انا؟ اسمع بس. انا اللي سمعته كفايه. سلام عليكم. ودي صوتك هتفتح نفسك. افتح نفسي ده يا ست انت؟ قدام العيال اللي انا مربياهم وقايله لهم ابوهم احسن اب، مره واحده كده يعرفوا ان ابوهم قتل قتله، دول كانوا يطبوا ساكتين. ده عندهم ربنا فوق وانت تحت، حرام عليك هتكسر قلبهم.